من عمايل إيديا. الموسم الجديد هنتكلم مع بعض عن أكلات حلوة جدا، موسم الأصحاب والعيلة. يلا بينا نروح نشوف الوصفتين مع ضيفة عزيزة عليا جدا جدا، هتكون في مطبخ عمايل إيديا. نطلع فاصل ونرجع مع بعض. اتفقنا الاكل يحب اللمه، واللمه يعني اصحاب وعيله. ومعايا رشروشه النهارده، حبيبتي حبيبتي حبيبتي. مش عايزه اقول لكم احلى اكل اي عزومه، انا باخد الوصفات بسرقها وبعملها، فالنهارده بقى جبتها عشان هي اللي ايه اللي تعمل لنا الوصفات بنفسها. ان شاء الله نتفق مع بعض النهارده نعمل لهم وصفه. ربنا يخليكي، قولي لنا بقى هنعمل ايه النهارده. احنا نعمل فتت شاورما ان شاء الله. اوكي. وبعدين هنحلي بحاجه اسمها ليالي لبنان. يبقى فتت شاورما وهنحلي بليالي لبنان. اوكي كده. طب مقادير بقى، اول حاجه للرز. نعمل الرز الاول، هناخد حبه بصل صغيرين مع سن الثوم، هنشوحهم مع حبه زيت، وبعدين نضيف الرز مع الميه ونبهرهم بقى بالكركم والبهارات بتاعتنا. اوكي خلاص حلو قوي. يبقى احنا نعمله اول رز اصفر. يعني هي رشوشه بتعمل الفته بس بطريقه بقى ايه يعني مختلفه شويه. اللحمه الراسه كلها مختلفه صح. وبعدين طيب اول حاجه عايزه الزيت صح كده، كفايه كده. وحطي لي برده زيت هنا عشان اللحمه، ناخد الاثنين في وقت واحد خلاص. عشان ايه ننجزها. وهنعمل الشاورما تبقى فته جاهزه وسريعه. وهنا في برده البهارات اهم. خلاص. وهنا برده معانا معالق علشان ايه الثوم والحاجات دي. اعمل الاول خد حبه بصل صغيرين هنا. اوكي. وعايزه حته تومه صغيره. ايوه حته تومه. واحط الكركم ولا في الاخر؟ هتشوحي الاول ده. بعدين احط ميه شويه ميه. اوكي اهي. ممكن حبه ثوم كمان اهو. اوكي ولا لسه؟ ايوه اوكي. بس عايزه بقى معلقه احط بقى الكركم الون بقى بيه. اوكي الميه تمام. هنحط بقى كركم. احنا اوبن اير. ايوه كله هيطير. انا كده كده لابسه لون الكركم فمش مشكله. حبه بهارات صغيرين. اوكي دي بقى البهارات الميكس بتاعت كله. اوكي تمام. عايزه ملح بقى. ايوه ملح وفلفل اهو. نحط بقى كده. اوكي هنا وفلفل كتير. هو انا هديهم رش صح كده. ايوه ممكن حبه كمون صغيره. وادي الكمون حبه صغيرين خالص. الطبيخ بقى حبيتيه ازاي بقى يا رشوش؟ الطبيخ حبيته الاول من لما كنت بتفرج على البرامج في التلفزيون. حبيت الطبيخ، وكان فيه مش عارفه اقول اسامي ولا مفيش. كان في احد القنوات كده برضو حد بيطبخ كويس جدا. حلو قوي. احط مش في مصر. ايوه اوكي برضو حبيته. بقيت انفذ اللي خلاني احب الطبيخ وتجربي ويطلع بقى. اكتب وانزل اعمل. لا بس يعني مش كده اتبسط بيها قوي. مش كده انا بتهبل، بروح اتهبل واجي اقول لا انا ورا وقلم. ما بجيش غير لما لازم ابقى جايب الورق والقلم بتوعي صح. الولاد بيخلوكي تعملي. نعمل بقى هنا كده. احط هنا بقى عايز الاول اللحمه. اول حاجه هنزلها اللحمه عشان تاخد الصدمه. خلاص وتاخد اللون. اوكي يبقى اللحمه هنزلها تاخد صدمتها. بسم الله. هي العين اللي شغاله دي ولا زي؟ لا هي اللي هناك دي. بس انا يعني قلت اشيلها عشان تهدى شويه الزيت. كان عامه لما اي حاجه بتعمليها لحمه او فراخ سخني الطاسه كده زي ما انت عملتي، حطي الماده الدهنيه. أيوة. ونزليها فبتاخد الصدمه فتخلي الفيتامينز وكل حاجه جوه اللحمه موجوده. اوكي يا جماعه دي معلومه برده مهمه، ان احنا عشان نخلي فيتامينات تكون جوه البروتين اللي بناخده هنحط الماده الدهنيه ونسخن كويس قوي نقوم منزلها. اول ما تنزلوها هتاخد الصدمه بتاعتها. هنحط ده ولا لسه؟ لما لسه تاخد كلها. اوكي وبرده فلفل الوان ولا؟ طبعا. اوكي هناخد فلفل الوان وبصل وثوم اهو. بس نديها لون الاول. ندي اللون
هي النار بس عالي. النار عالي؟ اعلى حاجه لسه. النار عالي عالي. بس عشان يمكن دي سيراميك فصح فعامله بس كده. بصي الجمال بقى ان كلها هتاخد اللون اهو. طب واولادك بيعرفوا يطبخوا ولا لا؟ عندي الكبيره بتعرف تطبخ والصغيره اللي هي قبل الاخيره برضو بتعرف تطبخ. انا سامعه ان كان في عاده كده في الفطار البتنجان. البتنجان البتنجان ده بابا قال لك على سر المهنه بقى. صح بقى ولا ايه؟ دي حاجه بقى ابني الكبير هو متجوز دلوقتي. طب بحبها جدا جدا. انا عارفه بقى مراته ويلي. ايوه محتاسه ولا مبسوطه؟ لا هي انا بقى هي يعني بتحب تطبخ وكل حاجه. بتساعديها ولا لا في البتنجان ده؟ بس هي في كل حاجه حبيبتي علشان ايه تتعلم زيي. طبعا. وهو يحب اكلها برضه. بس هي شطوره جدا. لا دي انا عارفه هي بتعمل احلى كوكيز ممكن اي حد يقولها. أيوة. في حياته. في حياته الكوكيز رهيبه. ربنا يا رب يسعدهم يا رب. اتفضلي احط بقى. أيوة. البصل اهو ونحط الثوم كده. اوكي ولا اقل؟ حطي. لا الثوم حلو. الثوم حلو يا جماعه. طبعا اولا الثوم مفيد كمان جدا. احط لا نشوح تشويحه لسه. اوكي ندي كمان تشويحه عشان بصي هي نزلت ميتها. مش عايزين الميه دي تاثر على البصل. اوكي فتشربها وبعدين نعمل. طبعا احنا عشان في اوبن اير فالموضوع هادي شويه. لما في المطبخ مقفول يبقى سخن تبقى اسرع. صح يعني هتلاقي الميه دي اتشربت بسرعه. هتلاقي البصل اتحمر معاكي بسرعه. صح. طب اعمل الزبادي. نحط حاجه على الرز. إيه؟ عايزين نحط نطره مستكه صغنونه. اوكي صح حلوة قوي. والمستكه احنا طحنينها فهتتعمل سهله. بالظبط كده. اوكي عشان تدي طعم حلو. اوكي صح كده تمام. عايزين نلم العيله دايما على سفره. بتحبي السفره بتاعتك عليها مين؟ اهم حد عندك في سفرتك؟ ايام يعني احب مثلا كل يوم يبقى اولادي كلهم بالمتجوز بينا كلنا. أوكي. احب مثلا في اوقات اهلي وعيلتي واهل جوزي بحبهم جدا برضو. بعد كده مثلا في ايام بحب الاصحاب بقى. صح بيبقى بديتي كل واحد حقه. بالظبط. وبعدين انت عندك اصحاب الدوائر لازم تقسميها. صح في دايره صغيره اصحاب، في دايره اكبر، في دايره اكبر. صح. في دايره معارف. طب ايه نصيحتك لواحده لسه متجوزه؟ ايه نصيحة واحدة لسه متجوزة للمطبخ؟ للمطبخ؟ أوه. رتبي نفسك يوم في الأسبوع ظبطي حاجتك كلها. يعني أنا من الحاجات اللي اتعلمتها مؤخرا إن أنا مثلا أجيب مثلا كيلو بصل ومعاه حبة ثوم ومعاه فلفلاية رومي. صح. وأضربهم في الكبة وأحطهم في مصفى أصفيهم، أخلي المية على جنب وأخلي البصل ده على جنب، أحطه في كيس وأحطه في الفريزر. لو عايزة أطبخ أي حاجة في أي وقت اخد البصل ده واشتغل ده من الاخر. الميه بقى اللي انا خرجتها دي احط عليها ليمون ومسترد وتوابل وكله واتبل فانيه اتبل لحمه بوفتيك. سامعين؟ صح كده انا معاكي. دي كده هتلاقي نفسك بتسهلي نفسك كل حاجه. برضو اجيب طماطم واضربها 2 كيلو مثلا. هي خلاص هي وجوزها بس. إيه لا اسلقها الاول على النار، اقطعها واسلقها على النار وبعدين احطها بعد ما تبرد خالص احطها في الخلاط واحطها تاني في حله بحبه زيت واخليها تتسبك. اوكي كده يبقى عملنا صلصه جاهزه. انت عايزه بقى مكرونه في ثانيه مع حبه بصل مع حبه صلصه. صح. خلاص حابه تعملي حاجه بخضار متبله بقى البانيه بتاعي متبله كفته بانيه يوم هو يوم يوم اجازتك وساعتين بالظبط. بالظبط هحط بقى دول. يلا نتبل. لونها جميله جدا جدا. نتبل. يلا احط بقى رشه البهارات الميكس وبعدين بقى ملح. خليكي سخية في البهارات شويه اهو. ما انا عايزه ابهر بقى ده. البهارات نفسها بقى دي بتبقى كل حاجه. ابهر كبابة صيني ومستكه ورق لورا. ايوه كده. برده عايزه اديكي معلومه. اوكي دايما الملح خليه مع اللحمه بالاخص في اخر حاجه. اخر حاجه ماشي عشان تستوي منك بسرعه. عندنا قرفه؟ في قرفه. لو في قرفه حطي سنه رشه قرفه. اوكي يلا بينا. في برده معلومه عايزه اقولها لكل يعني اللي بيحبوا المطبخ الحلوين اللي بيحبوا المطبخ. الخل لو انا بعمل مثلا اي حاجه بخل كريم كراميل احط نقطه خل مع البيض وانا بضربه في الخلاط عشان الريحه ما تبقاش في ريحه زفاره. اي زفاره اي ريحه اي حاجه عشان ما يبقاش في ريحه زفاره. طيب احط ده على ده دلوقتي ولا اعمل ايه؟ احط شويه طحينه هنا. ايوه وحته ثوم كده كفايه ولا ازود؟ حطي نص معلقه كمان. اوكي حته ثوم حبه ملح وكمون. وهنا
هنزل حته ثوم ورشه ملح. على فكره الفراخ برضو هتبقى نفس الطريقه لو انا بعمل لو حبينا بس ممكن كمان ازود دبس رمان يديني مزازه سنه مع الحاجه اللي انا بحطها. خلاص يبقى كده احنا عندنا دبس الرمان ممكن نزوده وممكن بالظبط، وكمان عندنا بدل شاورما لحمه ممكن نعملها شاورما فراخ. تمام. تتعمل باللحمه المفرومه؟ لا لا مش حساها. لحمة المفرومة بقى مرة تانية نعمل فتة زبادي باللحمة المفرومة. انا بعملها بالبتنجان. انا بعملها بالبتنجان والحمص ممكن. بعملها بتنجان وحمص بيبقوا اللحمة المفرومة بالصلصة كده بتبقى حلوة قوي. احنا مرة برضو عايزين نعملهم جلاش بطريقة البيتزا، يعني جلاش طريقة خلطة البيتزا. دي حلقة تانية دي. ها دي حلقة تانية يعني انا هستغل رشوشة كده. يلا تعالي بقى نحط هنا. يلا عندك الفايروس. اول حاجة اهو جاهز. اول حاجة هنعملها الرز موجود، انا عامله رز باك اب طبعا هنا اهو. انا بس ايه قلنا نعمل الحاجه قدامهم. الرز هنا عندنا. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. وانا عامله لحمه تاني. نحط نحط عامله برده هنا لحمه. يلا حطي. بيحب الحاجه مشطشطه ممكن نحط قرنين كده حلوين صغيرين. ما ببلش العيش، ما بعملش اي حاجه، العيش هو كده بتحميرته بس. اوكي. في ناس يا اما بتجيب العيش الشامي تقطعه مربعات وتحطه في الفرن بمعلقه سمنه او زيت. اوكي. وتدخله الفرن او احمره على النار من فوق، ده بيبقى اتقل سنه. اوكي نحط بقى ده ووزعه صح كده. نشوف لنا نجرب الرز بقى. نعمل كده. انا هقطع البقدونس على ما ايه. تعالوا نطلع فاصل على ما نقطع البقدونس ونظبط الفته، نرجع لكم على طول. هنعمل مع بعض وصفه تانية بعد الفاصل. رجعنا لكم. رشوش هنعمل ايه بقى دلوقتي في الحلو؟ حاجه اسمها ليالي لبنان، وانا ممكن اسميها ليالي رشروش زي ما انت عايزه. ليالي رشروش. هي ليالي رشروش من هنا ورايح. اول حاجه نحطها هنحط مستكه مطحونه. اوكي. مستكتين ثلاثه كده يعني ادوقهم ونطحن. اوكي. نحطهم ويكون الطاسه سخنه او الحله سخنه اللي هشتغل فيها. اوكي اهي تمام. معانا دقيق السميد ومعانا اللبن. ايوه. ومعانا موارد. معايا الفانيليا، معايا البيضه والسكر والشربات والليمون اهو. اللبن هحط مقدار كوبايتين لبن. الريحه طلعت يا جماعه اصلا من دلوقتي. وده دقيق سميد كوبايه هحط، مش هاخدها كلها. اوكي. لا يعني واحنا نتقل براحتنا. أيوة صح. ايوه عشان اعرف انا عايزه اتقل ولا لا. كل أوكي. دقيق وكل نوع دقيق بيبقى له طريق تشريبه. صح. في دقيق بياخد لبن كتير، في دقيق ما بياخدش لبن كتير. اوكي. كده بقى هخليها يا جماعه كاني بعمل مهلبيه عادي خالص خالص. نقلب كاني بشكل مهلبيه. بحط حبه ماء ورد. اوكي. الفانيليا احطها على البيض ولا احطها هنا؟ ماء ورد. واحط حبه سكر صغيرين اهو. الفانيليا بقى اهو انا هحطها مع البيض وهقلبها مش كتير لان دي بيتعمل لها سيرب بماء الورد، فمش عايزاها هي تبقى مسكره قوي. واللي مش بيحب ماء ورد ممكن ما يحطوش براحته. بس هي يعني دي بتبقى اساسها هناك عندهم في لبنان. أوكي. لو يعملوها ليالي رشوش ما يحطوش مش مشكله. ليالي رشوش براحتنا. اوكي كده انا بصوا يا جماعه هي هتغلي وتتقل. حطيها لي البدايه اهو بحطها وبالوسك على طول بعمل كده عشان البيضه ما تمسكش مني. ايوه عايزه لها سريعه جدا في العزومات في اي حاجه بعمل عشان اكسب وقت. انا بعمل كريم شانتي بضربه في لبن ساقع او ميه ساقعه قوي، بضرب الكريم شانتي لغايه ما يتقل. ده لو انا عايزاها خفيفه. لو انا عايزاها تقيله بجيب قشطه واعملها بالوسك جامد جدا جدا جدا. اوكي. ولغايه ما تبقى ناعمه. ايوه. او قشطه علب. اوكي. في قشطه العلب الجاهزه على الوش. وبجرنش بفستق او وات ايفر انا عندي ايه زي ما انا عايزه. المكسرات بقى الموجوده في البيت وبسقعها في الثلاجه، وبعدين وفي ساعه التقديم بتخرطيها خرط. وبيتحط جنبها السيرب بتاعها. اوكي. اللي هو الشربات بقى الشربات اللي بالماء الورد او ماء الزهر وات ايفر انا عايزه ايه. أوكي. وبسقيه.
هي كده بتتقل معانا اهو، اديكم شايفين، وكل ما بتسخن بتتقل. وست البيت ما تخافش خالص، تقلت منها زياده بزود شويه لبن، لقيتها خفيفه بزود شويه. ودي اللي عملتيها اللي عملنا واحده وسقعناها، طبعا محتاجه تبرد قبل ما احط عليها كريم شانتي، لان انا لو حطيت قشطه او كريم شانتي عليه وهي سخنه هيسيح. صح، فدي نحط اللي احنا مسقعينها ونحط عليها الكريم شانتي او القشطه او تبر انا عايزه ايه. تمام، ازود كله ولا لا؟ مش لازم عشان ما تبقاش تقيله. اوكي، في طبق. ايوه حلوه قوي، بس بالليمونه معانا اهو. بصوا يا جماعه تقلت ازاي دي بقى، بسيبها تبرد كده على جنب شويه، احط بقى على وشها، احطي على وشها بقى العين الجمل. اه زي بقى ما انا عايزه، فستق، عين جمل، سوداني، اللي انا عايزاه. وبعد كده بتتسقع في الثلاجه. جوز هند صح؟ اه زي ما انا عايزه. واحط بالخرطه واحط السيرب بتاعها جنبها اهو. السيرب بتاعنا عباره عن ايه؟ كوبايتين سكر، كوبايه ونص ميه، نص ليمونه، وماء زهر او ماء ورد، واتيفر انا عايزاه. وهي بعد ما تقلت هنحط بقى في البايركس اهو. بس يا جماعه تاني بنحط الكريم شانتي بعد ما تبرد، لان لو حطيته هيسيح. يبقى نحط في الثلاجه تمسك نفسها الاول، وبعدين اهو نحطها هنا. يا جماعه بالهنا والشفا، وتعجبكم جدا جدا، وسهله، وخمس دقائق وما تاخدش اي وقت. اهو كده عملنا. يا جماعه اللي ما عندوش، عنده خايف من حاجه تلزق ولا حاجه، ممكن نقطه زيت على طول واحط عليها. اوكي، كده تمام. اهو احط هنا بقى شويه سيرب للتقديم. اهي يا جماعه بصوا هتتحط كده اهو، ونحطها في الثلاجه، وبعد كده نحطها في الثلاجه تبرد، ونحط عليها الكريمه او القشطه اللي احنا عاملينها. وبالهنا والشفا ان شاء الله. نسقع بقى دي، ناخدها نسقعها. أيوة. صح كده، كده عملنا مع بعض بقى ايه اول فتت حاجه، فتت شاورما، وقلنا ممكن تبقى بالفراخ او باللحمه زي ما احنا عايزين، ولادنا بيحبوا ايه. ممكن اعملها نص ونص، عشان لو انا عايز اعمل بايركس واحد والولاد بيحبوه زي ما هم عايزين. وبعدين ليالي لبنان سهله جدا، ليالي رشروش، ليالي رشروش. ولو عندي حد في البيت في خمس دقائق بعملها. اتمنى تكون حلقه جميله خفيفه، بالنسبه لي هي احلى حلقه. ربنا يخليك. نورتيني في عمايل ايديا، هي عمايل ايدينا النهارده جدا. واستنوني في حلقه جديده ان شاء الله من عمايل ايديا. باي باي باي.